إن شاء الله ما شاء الله تمرين تحليل محتوى مقرر دراسي يقوم به الزملاء الآن في المجموعة هذه مجموعة تطبيق استراتيجية التعلم النشط. ما شاء الله تحولت القاعة الآن إلى ورشة عمل فعالة الجميع يشارك فيها لتحليل محتويات المقرر الدراسي، تحليل مقرر على مستوى الأثر العام للمقرر، ثم وحدات المقرر، ثم بعد ذلك أهداف المقرر، ثم أنشطة المقرر، ثم ما هي مفردات كل محتوى، ما هي التمارين الخاصة بهذا المقرر. كما تلاحظون الآن الزملاء في ورشة عمل فعالة، الجميع يتعلم، الجميع يشارك إن شاء الله. تحليل المحتوى مقرر باللغة الإنجليزية. ما تلاحظون الزملاء أن يقوم بعملية تحليل، ما شاء الله نشاط كبير من المجموعة.